بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة. هنعمل خلطة النوتيلا المرعبة للجلد، للبشرة، ونضارة البشرة، تنعيم البشرة، تنعيم رهيب للبشرة، للوجه، لأي مكان بتحب نخليه يبقى ناعم مشدود، نبقى فيه نضارة زي القمر، وكمان لفروة الراس رائع، بتقل الشعر بجنون فعلا. مساج لفروة الراس هيبقى رائع، هقول لكم ازاي الخطوات بالترتيب. طبعا النوتيلا احنا بنعملها في البيت. انا الاول هعمل الخلطة بتاعت الوجه والشعر، وهقول لكم ازاي تعملوا النوتيلا في البيت. اول حاجة دي الالوفيرا، انا انقعها في المية. الالوفيرا انا بجيبها طازة كده، في كذا حد زارعها، فبروح لطشة واحدة، بحب يعني تبقى احسن من اللي هو في الصيدليه. وبلاش، ادي ببلاش اهو. غسلتها ونقعتها في الميه حوالي ساعتين ونص، بقى لها حوالي ساعتين ونص. طيب بعمل ايه بقى؟ هقول لكم ازاي بطلع جيل الالوفيرا بمنتهى السهوله. نقشرها كده، بعدين باجي هنا كده وبالسكينة، بالسكينة بالراحة كده. طبعا انتوا ممكن تضربوها في الخلاط، بس انا بحب اطلع الجل بالطريقة اللي انا هوريها لكم بالفلاية. بمسكها كده اللحمة اهو، الفلاية بنعمل بيها مساج للشعر، طبعا تبقى غير بتاعت الالوفيرا. بمنتهى السهولة الجل هيطلع. ولا خلاط ولا غيره. طلعنا الجل. هوريهولكم. جل الالوفيرا مليان فوائد كتير قوي اهو. بس دي مش اللي بناكلها، دي الخلطه بتاعت الوجه والشعر. بعمل ايه بقى؟ هجيب معلقه ده، هجيب معلقه، باخد شويه كاكاو خام من غير سكر، كاكاو خام من غير سكر، كاكاو خام من غير سكر، وهحطه على جيل الالوفيرا اللي انا طلعته. هيتقلب معاكي بسهوله. فضلت اضرب بالشوكه لغايه ما بقى زي ما انتم شايفين. طيب اعمل ايه بقى بالنسبه للشعر؟ هاخد بطراطيف صوابعي كده، بطراطيف صوابعي، واعمل ايه؟ اعمل مساج لفروه الراس كلها كده، اقسم الشعر واعمل مساج بطراطيف صوابعي لفروه الراس كلها. طبعا هتعملوا كميه اكتر من كده، عشان انا مش هعمل دلوقتي فروه الراس، فبعمل كميه المساج بس. لكن انا بقول لكم ممكن تعملوا فروه الراس بالكامل. قبل ما اخش بقى اغسل شعري، اروح عامله قبل ما اغسل شعري مثلا بتلت ساعه، لان الماسك ده عايز يقعد لغايه ما ينشف.
هوريكم ازاي بقى نعمله بطريقه حلوه قوي. قبل بس ما اعمل الماسك عايزه ايه افتح البسام، مش هفتحها بالفرشه يا جماعه، الفرشه اللي انا بفتح بيها البسام دي فرشه ناعمه طبيعيه 100% ما فيهاش بلاستيك اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات. انا المره دي هعمل طبطبه كده، لازم انبه وشي ان انا هعمل حاجه عشان يحصل فيه تفاعل بين العقل وبيننا وبين صوابعنا وبين الماده اللي احنا هنحطها على وشنا. هجيب بقى كده دوائر صغيره كده، انا بعمل مساج وماسك في نفس الوقت، يعني هتستفيد من كل النواحي. الناحية التانية طريقة دائرية كده، كويس. خدي وقتك لو عايزة تاخدي وقت شوية تعملي المسيج بترتيب صوابعك برفق كده عشان تغذي الجلد. الكاكاو مضاد اكسده رائع، فيه فيتامينات ومعادن، بس طبعا الفيتامينات قلت لان اصلا حبوب الكاكاو بتتحمص. فانا ساعات بعصر ليمون، بس انا المره دي عشان ما برضاش اقول لكم على الليمون عشان لو حد عنده حساسيه، وبرضه بقول لكم اي حد بيعمل ماسك لاول مره يعمل على حته صغيره كده هنا ويشوفها، يستنى كام دقيقه ما عملتش حساسيه يعمل على الوش كله ما عدا تحت العين، ما عملتش حساسيه بقى احط تحت العين بالترتيب كده. اي ماسك اول مره تعمله، واجي بقى هنا اعمل كده بعمل مساج. عايزه اقول لكم حاجه، لو انا بعمل مساج ووشي اتشد والصبح لقيت وشي رجع تاني، ده معناه ان انت بتعملي مساج ناجح، المساج نفسه ناجح. بس ممكن تكوني بتعملي المساج قبل ما تنامي على طول. الافضل قلتها لكم في فيديو قبل كده ان احنا نعمل المساج للبشره قبل ما ننام بساعتين ثلاثه، اقل حاجه ساعه، لكن كل ما احنا عملناه ونسيب الجلد يرجع لطبيعته ونعمل تصريف للسائل اللي مفاوي. هاجي بقى هنا ايه تحت العين، انتوا عارفين انا بحب اتكلم كتير، وابدا اعمل بطبطبه كده. بالراحة كده باجي عند حواجبي واعمل مساج. الطريقة مهمة قوي، ما انا ممكن اقول لك الماسك ده ممتاز وحطيه اي، الطريقه في انك انت بتحطي الخلطه على جلدك هي اللي بتفرق، هي اللي بتفرق. لو انت ما بتحبيش صبار الالوفيرا حطي زبادي، حطي عسل، عندك اختيارات كتير، بس انا بحب، انا طماع بحب اقصى درجه من الاستفاده من الحاجه. خلاص باجي بقى هنا عند الجبهه وابدا اعمل مساج، يعني دواير كده بعدين طالع نازل كده وبعدين دواير عكس وبعدين اطلع وانزل كده. انا عمال بعمل مساج وانا بعمل المصر، بسحب السائل اللي مفيه لان انا بعمل مساج.
ما اسحبش ابدا جلد خصوصا الوجه، ما اسحبش باحتكاك، يعني اسحب كده بالراحه ويكون تحتيه الماسك كتير مش ناشف او ماسك طري. اجي الناحية هنا بقى قبل ما اجي الناحية التانية، انا عشان صايمة كاكاو هيفطرني، انت هتحطي كله كده فاهمة؟ نفس الحكايه الناحيه الثانيه. لما انا بنفخ وشي الجلد بتشد، فالخلطه المرعبه دي بتدخل في كل خلايا الوجه، كل خلايا الجلد. هقول لكم بعد ما اخلص ازاي بعمل النوتيلا واكلها. انا باكلها بس مش كل يوم طبعا، وبحطها في الفريزر تبقى ايس كريم. الاول المفروض تطبطب كده، وبعد كده اسحب برفق بلطف بالراحه. مش معقول نسيب جفوننا تبقى غامقة، يعني انا لو عندي جلد تحت العين غامق او منتفخ، الوصفة دي تحفة طبعا مع تمارين اليوجا. انا عاملة لكم برنامج على القناة انتوا مرعبين صح؟ عاملة لكم برنامج على القناة ازاي تعملي تمارين اليوجا، كل فيديو بتقعدي تعملي تمارين اليوجا شهر ونص، بعدين شهر ونص، وبعدين شهر ونص، وترجعي تاني من الاول. لازم نغير في الماسكات، لازم نغير في عدد التمارين، والماسكات الناعمه ممكن نحطها بلطف كده عادي زي العسل زي الزبادي زي الباسك ده. بس كده مثلا ممكن نعمله مره او مرتين في الاسبوع، هو ناعم وكل حاجه بس الصبار قوي. لكن لو انت هتعمليه بالزبادي والعسل ممكن تحطيه يوم او يوم لا. الماسكات اللي هي فيها حبيبات خشنه او فيها زي الكركم مثلا، الشاي الاخضر، الحاجات دي هم 3 مرات بس في الاسبوع، وما نمشيش على كل حاجه مره واحده، يعني على نوع واحد مره واحده على طول قصدي. يعني انا كده بقيت مرعبه صح؟ كان نفسي اقعد معاكم لغايه اغسله، بس انا هسيبه اصلا لغايه ما ينشف خالص. في الاخر خالص بغسله، وعندي في الثلاجه عامله تونر من ميه الشاي الاخضر. بجيب باكت الشاي الاخضر او شاي اخضر احطه في كوبايه وعليه حبه نعناع، وبعدين اغلي ميه وادلوها عليه واغطيها واسيبها لتاني يوم اصفيه، اسيبها بره تاني يوم. بس لو الدنيا بقت حر كده زي الايام دي، لا بعد ما بتبرد بحطها في التلاجة واسيبها منقوعه، تاني يوم بصفيها واحطها في بخاخه وارش بيها او اعمل منها مكعبات تلج. ما تنسوش تشيروا فيديوهات، تعملوا لايكات، وتقولوا لي قمر يا جميله يا حلو، مش عشان رعبتكم كده النهارده، عايزه برضه اسمع كلام حلو كتير، وتقولوا لنفسكم نفس الكلام. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله هيعجبكم، واشوفكم على خير فيديو جديد ان شاء الله. بس